الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فائدة عظيمة النفع ورد في الحديث: إذا قال العبد سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قال الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قال لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قال الله أكبر قال الله صدقت. فإذا قال العبد اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قال اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قال اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فيا إخواني في الله، ما أعظم هذا الخير! الله يصدقك لقولك هذه الأذكار، ويعطيك في الكلمات الأخيرة ما طلبت من المغفرة والرحمة والرزق، يقول قد فعلت. فلا تضيع هذا الخير، اغتنم هذه الفائدة وأكثر منها، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.